انا شايف ان الحكومه الفرنسيه بدها العالم تتخلف اكثر واكثر. القصه ما وقفت الحكومه الفرنسيه، القصه وقفت على العالم اللي هو عيانين وين نحن عم نصير. انا برايي انه لازم كباريات اهل الشام ورجال الدين هن يدخلوا ويحلوا هالقصه 100%. القصه مو بهالوصف، القصه وصلت انه بالمدرسه عم يعلموا اللغه الفرنسيه اكثر من العربيه. هذا على الجيل الجاي خطر كثير كبير. مزبوط.